لا إشكالية في مرسوم الترقيات من رتبة ملازم إلى رتبة عقيد، ولكن توقيع هذا المرسوم لا يزال ينتظر الاتفاق على الترقيات من عقيد إلى عميد، والتي يقول القانون بأحقية الترقية إلى عميد لمن أمضى 5 سنوات برتبة عقيد. 5 سنوات تيحق لك أنك تترشح لتترقى لرتبة عميد، بس مش إجباري أنك بس تبلغ 5 سنوات تترقى لرتبة عميد. الأسماء المقترحة للترقية إلى رتبة عميد لا تزال لدى وزير الداخلية، لأن الإشكال قائم على اسم العقيد وسام الحسن، فاسمه أتى مخالفا للاتفاق على أن الترقية لرتبة عميد تكون لمن أمضى 6 سنوات برتبة عقيد. الإنجازات اللي قام فيها كمان منحته سابقا لبلوغ رتبة عقيد 2 أقدمية وسبق كل رفقاته، ومشان هيك نحن عم نقول مشان ما يتخربط الكريتير اللي محطوط بكل الأجهزة الأمنية، لأنه كمان في ضباط ناجحين ببقية الأجهزة الأمنية، يعني حتى بفرع بمخابرات الجيش كمان في ضباط كمشوا قاموا بنفس المهمات ونجحوا بنفس المهمات اللي قام فيها فرع المعلومات، ولم يرقى إلا على 6 سنوات. مشان هيك نحن مصرين إنه يترقى لأنه ضابط ناجح، وغيره اللي ما نجحوا ما بيحق لهم يترقوا على 6 سنوات. الوزير شربل يطرح صيغة حل لمسألة العقيد الحسن. للمهمات اللي كمان نجح فيها برتبة عقيد ممكن يمنح أقدمية، بيصير ساعتها ب1/1/2012 صار له 6 سنين، ساعتها ما عاد في أي مشكلة. وزير الداخلية ينفي وجود أسباب سياسية وراء الإشكال المتعلق بترقية العقيد الحسن. ما رئيس الجمهورية هو ذاته بعده. طيب وقع له أقدميتين ووقع له كمان ترقيته لرتبة عقيد. وين المشكلة لكن؟ المشكلة مش مشكلة سياسية، لو المشكلة سياسية كانت بلشت من رتبة عقيد. الوزير شربل أشار إلى أن هناك تخمة في العسكريين من رتبة عميد، ولذلك منحهم مجلس النواب حوافز ليستقيلوا. في كتير عدد برتبة عميد وما عندهم وظائف، يعني محطوطين بالتصرف، وهالغلط صار من 2000، مش من هلأ يعني. صار أنه ترقوا خلافاً لقانون الملك يلي هو بيحدد قديش لازم يكون في عمدة وقديش لازم يكون في عقدة وبقية الرتب. اضطر مجلس النواب يعمل قانون منحهم بعض الحوافز، وهالشي كلف الدولة اللبنانية مصاريف. لم تستنفذ المهلة لحل الإشكال المتعلق بالترقيات، فهي ممتدة حتى نهاية السنة.